دابا نجو لقضيتي انا اللي متابع نهار 23 مارس. انا عمري في حياتي ما بلغت السي سلطه قضائيه او اداريه باي واقعه او باي تهمه او باي امر يتعلق بإلياس العماري ابدا. انا في مخي مقتنع ان إلياس العماري وصحابه اللي انا كنسميهم لي ريبوبليكان مونارشيست الجمهوريين الملكيين فهمتي او الثوريين الملكيين انفصاليين كيامنوا بالقضيه الكرديه كيامنوا بالفصل الكاتالان كيامنوا بالفصل ديال الجزر الخالدات هذه لا نقاش فيها. انا كنقول لكم انا مقتنع بان السي الياس العمري في المؤتمر ديال الامازيغيه في ليزيل كناري حيد الدرابو ديال المغرب وحد الدرابو امازيغي وقال لهم هذا هو الشعار هذا هو الرايه ديال السياده ديال المغرب الامازيغيه. هذه شفناها وانكسرت عليها. وبتقول اي قاضي اي عون قضائي اي وكيل الملك اي واحد دافع على الياس العمري فهو شريك معه في جريمه الانفصال. ياه هذه كنقولها وكنقولها بقناعه وعاود نقولها حتى في الجلسه. ولكن باش انا بلغت ما كنبلغ لحد الاخوان. انا ما كنبلغوش لا المدرسه ديال الحسن الثاني عمرنا ما كنا بيعه ديال شي واحد او كنتعاملوا مع شي بيع في حياتنا. ولكن اللي عنده شي قناعه عنده شي قناعه. هذه قناعتي. أن السيد كان كيهجج الواط في الحسيمة؟ نعم كيهجج الواط في الحسيمة. أن السيد كان يقول لهم رفعوا من السقف المطالب باش النظام في الرباط يحصل؟ إيه كان يقول أصحاب الحراك طلعوا من المطالب الاجتماعية ديال 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 الريف. إيه أن السيد هذا اقترح يمول الخيام باش يديروا مخيم على غرار ساحه التحرير في القاهره. اييه وييه واه نعم اكيد سي وي يس يا دا شنو اللغه بغيت نقولها لكم؟ هذه لا نقاش فيها. هذه لا نقاش فيها. وزعما انا غادي ندير لي متابعه نقول هذا السيد ملكي. هذا انا كنعيط لهم الجمهوريين الملكيين. انفصاليين. انا كنعتبرهم انفصاليين لانه ما كيامنوش بانه قبل الامازيغيين كانوا سكان في المغرب ومن بعد الامازيغيين جاوا سكان في المغرب ومن بعد العرب بنو هلال جاوا سكان اخرين من المغرب